الموضوع أكثر وأكثر. هذا بالنسبة لي. أما البدعة نصطلح عنها في البدعة هي الأمور التعبدية. نعم. يعني نخص هذا اليوم بصلاة زائدة، بصوم زائد، لكن ما قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما سئل عن يوم الاثنين ولم يسأل عن صوم يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يقصد به يوم الاثنين. نعم. هذا ما أوثر عنه صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة. نعم.